بالنسبه للفنانه انا ما متفقش مع هذا الراي ديال ان الفنان يكون عنده مثلا الفلوس وبقى انه يجقر في الناس وبقى يطلب وهذه بالنسبه لي كطيح من القيمه ديال الفنان وسيرتو ان الفنان كيكون معروف ويكون واحد عنده واحد الهيبه ولو انه ما عندوش الفلوس كيكون عنده واحد الهيبه امام الجماهير وهذه دونك خصو يحافظ على هذيك الهيبه ديالو وكنتمنوا من الله تعالى يتفادوا هذا المشكل هذا ويكون واحد الرقي في الفن ويمشيوا بالبلاد القدام ان شاء الله. شفت واحد الموضوع راجو ضرني في قلبي ما نبغيش انا الفنان ويخرج يعني بحال اللي يبدا يطلب لان هذا الشيء كيدور في القلب يعني انسان كيكون عنده كيخرج عاوتاني كيبدا يطلب راه بزاف والفنان اللي ما عندهمش والله ما كيطلبوا شي الفنان اللي كتكون واصله فيهم حتى العظم والله ما يقدر يخرج ويدير فيديو ولا يكتب ستاتي في فيسبوك وهذا الشيء انا مهم انا ماشي كنضرب شي ناس ولا شيء ولكن هذا ميساج انسان واخا ما يكونش عنده الكرامه ديالو فوق كل شيء. شكرا. انا بعدا كيبانوا لي شي فنانه شحال وانا كنتفرج فيهم وانا صغيره وكيقولوا دابا ما عندهمش ما عرفتش. انا كنشوف ان دوك الفنانين اللي كيطلبوا وكيسعوا وهما عندهم فلوس كنقول لهم انه بركه من الشوهة وبركه من يديروا قيمه لراسهم ويكون عندهم شويه ديال يكون عندهم شويه ديال الكرامه. وجهه النظر ديالي من ناحيه الفنانه اللي كيخرج للاعلام عادي جدا الفنان حتى هو بحاله بحال الانسان عادي انه حيت كاينين بزاف ديال الناس طبيعيين زعما ماشي فنانه ما معروفينش وحتى هما كيخرجوا للاعلام الا كانوا محتاجين دونك حتى هما بحالنا بحالنا بحالهم. كيف ما كتعرفوا الفنانه بصفه كلشي المغاربه وهكا وحشومه داكشي اللي كيديروا كي زعما تعاونوا معنا وهكا وهذيك الفلوس اللي عطاهم الصراحه ما كيستاهلوهاش وكيستاهلوها الناس دراوش وفقراء ومحتاجين هادو كيستاهلوا كلشي اما فنانه عندهم فلوس عندهم كلشي ما خصهمش يديروا بحال هكا وكيبيعوا جاهم رخيص عيب 14 مليون كاين اللي تعطاتو 8 مليون وحشومه الفقير مسكين ما لاقيتش غداليله ولا عشا نهار عيب عيب وحشومه هادشي اللي كاين وهاد الفنان راه ما خصهمش خصهمش حنا كانوا كيعجبونا وكنعجبو نتفرجوا في كل شيء ونتصنتوا لكل شيء ولكن هادشي اللي داروا ما خلونا نقولوا حتى شي حاجه وما خلوا والو ما خلوا لينا حنا والو.